باشمهندس، بعد إذنك عندي طلب اتفضل لو سمحت. اتفضل. ممكن نخصص يعني فترة كده أو وقت معين كل أسبوع، أو ندخل كده كلنا نتناقش في أي حاجة مثلا بخصوص البن. حاضر بإذن الله إن شاء الله. باشمهندس شكرا، جزاك الله كل خير. إن شاء الله. طيب حد عنده أي سؤال؟ في أي أسئلة على البيم أو أي حاجة؟ طيب أنا لو حابب أبتدي أو لسه بتعلم بيم، بشتغل على جزء واحد أو برنامج وركز فيه مثلا التصميم، ولا ممكن أعمل التصميم بجانب استخدام بجانب أبعاد أخرى تبع البيم؟ والله الأفضل إن أنت تركز على حاجة حلوة أوي، يعني تركز على جزء معين، ومش لازم تركز على 3D. ممكن يكون أنت في الشركة حد بيعمل 3D وانت تركز على ان انت تعمل ال 4D او ال 5D. يعني ممكن تكون انت تخصص بلانر مثلا، فمركز على الجزء بتاع ربط البرامافيرا بالموديل ايا كان البرنامج اللي انت عايزه. الافضل ان انا اركز، لان التشتت ده مش كويس، التشتت مش كويس. اتقن حاجه وبعد ما تتقنها اتنقل لحاجه تانيه، تمام؟ يعني انت اتقنت مثلا الاركيكات، بعد ما خلصته ممكن تخش على برنامج تاني بيديني حاجه مش زي اللي بيديها الاركيكات. يعني كتر البرامج اللي بتعمل نفس الحاجه ملهاش لازمه، تمام؟ البرامج المختصه في التخطيط هو اشهر حاجه البرامافيرا، اشهر حاجه البرامافيرا، وفي برنامج اسمه ام اس بروجكت بس مش بالقوه. لو انت بتتكلم على البيم عندنا المهندس علي دلوقتي. عندنا اشهر حاجه نفس وركس والسينكرو. هل نقدر نشتغل 5D مثلا نت؟ نقدر. هو دلوقتي ناس كتيرة بدأت تتجه لفكرة الكلاود، انها تشتغل كله على الكلاود، فأصبح ممكن تحط ال 4D وال 5D على الكلاود بدون أي مشاكل خالص، تمام؟ يا باشمهندس عادل معلش نكمل مع بعض الأسئلة بتاع حضرتك. معلش الخط قطع. انا كنت وبروح فاصل. بقول انا التكلفة حضرتك قلت 1%، ودي تكلفة يعني قليلة جدا وممتازة جدا يعني، طيب وهي 1%. لو انت حضرتك عايز تزود حاجه معينه، مثلا عايز تزود الحاجات الخاصه بالسستينابيلتي، فدي بيبقى لها تكلفه، بس تكلفتها بتبقى قليله مقارنه بان انا ابدا السستينابيلتي دي من زيرو. يعني الفكره كلها ان لو انا بعمل انا يعني بيهمني في المقام الاول السكيدول والكوست. ممكن الكوست مثلا، نقدر نعمل الموديل مش ما فيهوش كل التفاصيل، بحيث ان هو يجيب لي التقدير للتكلفه، وده بيبقى تكلفتها برضو ما تبقاش عاليه. يعني الفكره كلها تنظيم الموضوع اللي انا محتاجه من بيم بيخليني اعمل حاجه يعني تكلفه قليله. ممكن يعني نقدر نقول من 1 لـ1.5% ماكسيموم، ممكن مثلا 1 لـ2 مثلا، لو حسب الحاجه اللي انت عايزها، وممكن تزيد عن كده. على سبيل المثال مثلا ممكن واحد عايز حاجه سبيشال مثلا سي اف دي، تمام؟ هو هيتبقى بقى ان احنا عشان نطبق البيم لازم يكون عندي فول ديزاين، يعني كل الرسومات تكون موجوده ان ديتيلز. تمام. لا ممكن ابدا اشتغل عليه، تمام؟ يعني ممكن مثلا حد عمل ما اعرفش مين شير الشاشه، تمام؟ ممكن ابدا اشوف ايه. يا باشمهندس ده مشروع ده مشروع شغالين فيه دلوقتي، في مع المواطنين العرب شغالين فيه دلوقتي. يعني تمام. طب ثانية واحدة خلص بس مع دكتور عادل وهرجع لحضرتك. مشروع ايه يا باشمهندس؟ مع المواطنين العرب. اصل انا مواطنين عرب برضه. استاذ مشروع بحر البر. بحر البر. تمام. حضرتك مكتب ايه؟ انا جي بي في الجي بي. يعني انت حضرتك مولين عرب اساسا؟ اصلا مولين عرب. فرع ايه يا باشمهندس؟ لا انا في الجي بي يعني محطة الاستثمار. عارف يعني قبل الجي بي، يعني قبل الجي بي كنت قبل الجي بي كان محطة قناة السويس، مشروع مستقل مع المهندس صلاح. حلوة بقى يعني. اي والله ربنا يمسيه بالخير. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. فرصه سعيد. اسم بقى سيادتك؟ بس ايمن علي توفيق. المهندس ايمن علي. ايمن. ايوه ايمن علي. اتفضل سؤالك.
لا انا بعرف بس المشروع شغالين فيه دلوقتي، شغالين فيه بالبيم، فعاملين 4 دي للبرنامج وكده الموديل. في صور حابه الناس تبص عليها عشان فايده يعني، بحيث تعمل ده المقارنه. لو قلت لك يا باشمهندس ايمن اكتب لنا مقاله عنها ننشرها في بيم اريبيا، احنا نشرنا قبل كده مقاله عن مشروع العالمين تبع المقاولين العرب برضه في العالمين. خليها على الواتس. كنا نشرنا المدينه نفسها معموله ازاي، وكان معمول ووركس، وكان معمول حاجات بالنفس ووركس. فكان في مقال حلو كان كتبها مهندس اسلام خليل. تمام. كان في حد سال سؤال لو انا عايز اعمل بيم للمدن او تخطيط، في كذا برنامج بيعمل الموضوع دوت، سيفل 3 دي، في انفرا ووركس، في سيتي انجن، يعني في برامج كتير مخصصه للمدن. انما احنا يعني بالنسبه حاجه زي ابراج العالمين دي تعمل بالانفرا ووركس، يعني الريفت لحدود معينه، يعني ما ينفعش يعمل يعني مدينه كامله، يقدر يعمل منطقه صغيره كده. لكن هو باختصار يا باشمهندس عمر، يعني البيم ده ابلكيشن بيجمع مجموعه برامج، بيعمل انتجريشن ما بين مجموعه برامج. مظبوط يا باشمهندس. انا ممكن نقول لحضرتك ان هو عباره عن فلسفه. هو ايه؟ ان انا عايز ادخل كل بيانات المشروع. لو واحد اشتغل على برنامج الريفت وما عملش كده بدا يعمل، هو لو انترفيس، يعني اسف على المقاطعه، هو لو انترفيس او شاشه رئيسيه بتدخل من خلالها بقى. اقول لحضرتك حاجه، هو البيم مش برنامج، مفيش برنامج اسمه بيم، بس هي الفكره كلها الفلسفه نفسها. يعني لو انا جبت برنامج الريفت ده برنامج بتاع بيم وما اشتغلتش عليه بيم، مش هيبقى بيم. يعني لو انا قعدت احط ايه، اعمل جينريك موديل، برسم حاجات بس من غير ما اقول له ان ده باب ولا شباك ولا حيطه، ده ما يعتبرش بيم. انما لو انا جبت برنامج مثلا زي الاوتوكاد وسطبت عليه حاجه، يعني خليت فيه اداه تقول لي ان ده باب ولا شباك، ده ساعتها هيبقى بيم. لو انا قدرت احل منه الكلاشات يبقى كده بيم، لو يقدر يعمل الحصر يبقى كده بيم. يعني برنامج السكتش اب اللي هو برنامج بسيط خالص، فيه اداه بتسطب جواه بيخليني ارسم جواه باب شباك وهكذا، فاصبح نوع من انواع البيم. مفيش، انا قصدي مفيش ابلكيشن هتسطبه اسمه بيم اصلا. لا مفيش، هو في البرنامج اللي حقق الحاجه ديت. تمام. يعني ممكن برنامج اول ما اعمل سيلكت على العنصر يديني المعلومات بتاعته يبقى ده بيم، حتى لو برنامج الوورد مثلا لو في الخاصيه اتعملت يبقى خلاص ده برنامج بيم. المهم لما اعمل سيلكت على العنصر يقول لي ان ده باب او شباك، ويكون حاجات خاصه بالمباني، يبقى البرنامج ده ما ينفعش ارسم فيه حاجه غير المباني. يعني الاوتوكاد اقدر ارسم فيه شجره، واقدر ارسم فيه هدوم، ما اي حاجه تقدر ترسمها وهو يتخيل هو بيرسم ايه. انما البرامج البيم لا، لازم كل الحاجات تبقى مباني خالص، ما فيهوش اي حاجه ثانيه غير المباني. يعني بيبقى اوتوكاد اندر بيم، يعني ما في اوتوكاد اركتكتشر، اوتوكاد ستراكشر، اوتوكاد ام اي بي، كل دول بيم. عباره عن ايه؟ ان هو بيديني ادوات معينه ارسم حيطه او ارسم شباك او ارسم سكادول، والسكادول مطابق للحاجات اللي اتعملت، فيبقى كده اصبح بيم. تمام. شكرا يا فندم. الله يكرمك يا دكتور. الله يكرمك حضرتك. اهلا بيك. تمام. ولو اي حد شغال في مشروع عنده اي مشاكل ممكن نبدا نحل المشاكل ديت، ولو اي حد عايز نتكلم في اي موضوع خاص بالبيم او بالبناء عادي نقدر نتكلم فيه. يعني الموضوع اصلا ظريف يعني. جزاكم الله خيرا. الله يكرمك. ده فضل منك يعني وكرم، الله يخليك. لا تحت امرك، حقك عليا يا استاذ. انا بقول لحضرتك منتظرين المقاله بتاعتك بقى عن المشروع دوت ان شاء الله. ده المهندس ايمن بقى. المهندس ايمن، وحضرتك برضه لو في اي حاجه عايز تتكلم فيها. انا عاوز اتكلم عن الانفاق، التانلز بالذات. يعني انا عندي داتا شغلي، انا كان في المايكرو تانل وفي الروت تانل، فكنت عاوز اطبق الحاجات ديت عليه. خلاص باذن الله مع حضرتك. باذن الله يا استاذ. ان شاء الله. ماشي يا فندم. شكرا. انا بعت لحضرتك طلب صداقه على الصفحه عند حضرتك. ماشي حاضر، اشوفها على طول. حاضر باذن الله. اتفضل. متشكر جدا. السلام عليكم استاذ عكسك. المهندس ياسر ابو سعود ده من الناس القويه جدا، ورساله الماجستير بتاعته في موضوع الاستدامه حاجه خرافه يعني. ويعني شرفت ان انا كتبت معاه كتاب في الجرين بيم، ازاي نطبق الاستدامه من خلال البيم، وما شاء الله عليه المقاربة بتاعته قوية جدا يعني. ما شاء الله.
وفي القاهرة ولا في أستاذنا؟ هو موجود في جدة، هو حاليا موجود في جدة، في المدينة، في المدينة، المدينة، المدينة. زارني في جدة، لما كنت في زيارة جدة جي شرفني بالزيارة، ربنا يكرمك. أنا كنت الله يا عمر لما جيت، الله يبارك فيك يا رب. الله يكرمك شو ياسر. نسألك الدعوات يا باشمهندس ياسر. فرصة سعيدة جدا يا دكتور، وإن شاء الله نتقابل عن قريب. طب انا عايز يا رب يا باشمهندس ياسر، يعني كنا كلامنا فيها، ايه افضل برامج لموضوع الاستدامه؟ والله احنا كنا لسه في نقاش امبارح على الجروب اللي انت عملته. أيوة. للسستينابيليتي. وكان الموضوع الحقيقه في جدال كبير الحقيقه، لان التطور في البرامج ديت لسه يعتبر إمرجت. برامج كتير نشأت وكانت النتائج بتاعتها بعيدة جدا عن الواقع، ورجعت تراجعت، وظهر برامج جديدة بعديها وتراجعت، وبعدين بدأ يحصل حاجة كده زي بيموش، ناس بتحاول تطلع سوفت ويرز تعمل لها دعاية ان هي احسن حاجة في الدنيا، وان هي اللي بتطلع النتائج اللي كل الناس طالبينها، وبعدين لما تيجي الناس تشتغل عليها في ريسيرش تطلع ان الكلام ده مش مظبوط. لكن يعني التوجه الحالي اظن اوتوديسك بتحاول تطور من الريفت باقصى سرعة علشان يطلع نتائج مرضية، ولكن يمكن اتفقنا كتير احنا وبعض الزملاء ان في الوقت الحالي في برامج تانية غير ريفت متخصصة شوية، اللي هي بتبقى مربوطة بالاشري 140 او حاجات ليها باع طويل شوية في موضوع السيميوليشن، وازاي تقدر تتعامل مع بارامترز كتير جدا علشان تطلع نتائج اقرب للواقع. ولكن الى الان مفيش برامج بتقدر تدينا بريدكشن مظبوط نتيجه الفجوه ما بين مرحله التصميم ومرحله ان انا هشوف البريدكشن ده امتى. انا النهارده بصمم وبحاول اتخيل، فبعد ما المبنى يشتغل ويقعد سنين طويله شغال، عايز ارجع اقيس اللي انا صممت عليه كان ماشي مظبوط ولا لا. فده لسه ما حدش وصل له، حتى اللي حسب وصمم ونفذ لسه ما حدش قدر بعد كده يحسب ويقيس هو صمم مظبوط ولا لا. بالتالي احنا دايما بنقول ان البرامج ديت بتفيدنا اكتر في ان انا اقدر اقارن ما بين الالترناتيفز بتاعه الديزاين. يعني انا اقدر اعمل الترناتيفز كتير واعمل لها سيميوليشن، فيطلع لي السيميوليشن الافضل لي في مرحله التصميم. هنا اقدر اثق شويه في ان الالترناتيف ده افضل من غيره في استهلاك، في توفير استهلاك الطاقه او الميه او انبعاثات الكربون او ايا كان البارامتر اللي انا عايز اشتغل عليه. ده باختصار شديد الموضوع يعني. لكن لسه ريسيرش شغاله كتير على الموضوع، في ناس كتير بتحاول تبذل مجهود عشان تطلع لنا نقدر نشتغل ازاي، وربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله. في حاجه يا باشمهندس ياسر كنت عاوز يعني اقول لحضرتك عليها، في زملاء هنا كانوا شغالين عليها اللي هي الجري ووتر. الجري ووتر دوت اللي هو بيقسم الصرف بتاع الميه، بياخد ميه السيفون وميه الغسيل الوش وميه الحاجات، وبيعمل لها صرف لوحدها بعيد عن ميه الصرف الصحي، وبحيث يعمل ريسايكل الميه دي تاني جوه اليونت، جوه البيت او المبنى او المؤسسه يعني. فعملوها وطبقوها، وفرت كتير قوي في استهلاك الميه، يعني ميه الشرب بالصرف عليها كانت كبيره جدا. لكن انت لو استعملت ريوز بقى لجزء من الميه اللي هو بيقول عليها الجري ووتر، الجري ووتر يعني اللي هي ميه مش ملوثه قوي، يعني بدل ما اشد السفون ميه نظيفه، لا بشده من ميه اللي هي نتيجه غسيل الاحواض، بجمعها تاني وانزلها على الايه ده يعني بصوره مبسطه قوي يعني. فانا عندي لها سكتشات وعندي لها يعني ريسيرش ممكن ابعتها لحضرتك يعني. تمام، بارك الله فيك يا دكتور. هي الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه هو نقطة من نقط الليد، أو من نقط
اللي اي ريتنج سيستم للمباني القادره بيشتغل عليها، هو ان انا ازاي اقدر اعمل ريوز للميه للجري ووتر. وطبعا احنا بنستثني منها الميه بتاعت السيفون، بالعكس انا بعد ما بعالج الجري ووتر ممكن نستخدمها في السيفونات بقى. ودي نقطه مهمه جدا، دي نقطه مهمه جدا في العمارة الخضراء. تمام، يا ريت تبعت لي حضرتك الانفورميشن بتاعتك بحيث نتواصل بعد كده ان شاء الله. حاضر، من عيني اهل، وفرصه سعيده ان تعرفنا على حضرتك. احنا اسعد يا فندم، الله يخليك. اهلا وسهلا. هو شكرا يا استاذ عمر. لو سمحتوا لي، هو فعلا موضوع ان يبقى فيه ميه تطلع كويسه جدا. اي نعم في تكلف في الاول، ان انا هضيف ماسوره بدل ما هي ماسوره واحده او ماسورتين. برضه موضوع الصرف ان يبقى فيه ده حاجه وده حاجه. في برضه نقطه تانية، موضوع المطر. احنا الفتره اللي فاتت دي جالنا مطر كتير جدا، ويعني ما استفدناش منه نهائي. بالظبط. لو في كان في مثلا مثلا في الدول في الاماكن مثلا اللي على الساحل زي اسكندريه وبورسعيد، لو يتعمل لهم صرف، شبكه صرف خاصه بالمطر دوت ويتخزن ويستفاد منه، هتبقى ممتازه جدا. طبعا في القاهره المطر مثلا بيجي مره او مرتين في السنه، فمش مستاهله. ممكن نعمل له مثلا اماكن معينه، او نعمل له حاجات تصرفه للارض تحت. بس القصد ان لازم اسلوب اخر للتعامل مع الميه. يعني احنا بنتعامل مع الميه بتترمي، احنا عايزين نستفاد بشكل قوي جدا من الميه بتاعه الصرف، مش نستفاد من الميه بتاعه المطر، من اي حاجه عشان نعالج موضوع ازمه الميه في العالم كله مش في مصر بس. ده دي بقت هي موضوع العصر دلوقتي. طبعا انا اظن ان في جهود كتير مبذوله في الموضوع ده. على سبيل المثال السعوديه شغال على الموضوع ده كويس جدا. انا اظن ان هم وصلوا دلوقتي لحوالي استهلاك تخزين حوالي 40% من مياه الامطار، والتارجت اللي جاي في انهم يوصلوا لحوالي 60%. السعوديه في الحقيقه من الدول اللي شغاله كويس قوي في النقط دي. هو تقريبا افضل دوله في موضوع الميه. كان في بحث طويل يعني شغالين في الميه ده بالتفصيل. يعني كان اسرائيل رقم واحد، هولندا رقم اثنين، الصين رقم ثلاثة. وكل واحدة فيهم ليها اسلوب معين في السيطرة على المية والاستفادة التامة منه، وازاي ان ما فيش مية تترمي لا في البحر ولا هنا ولا هنا، وما فيش مية تنزل على الصحراء غير لما يكون فيها منها استفادة، سواء تزرع سواء ان هم تتخزن في مخازن تحت الارض. فنتمنى ان شاء الله يعني يكون في وعي بموضوع مشكلة المية، لان يا رب الخليج هنا موضوع الاكل مش مشكله. كل المدن هتجيب اكل حتى لو بالطيارات، بس موضوع ان هم يجيبوا ميه بالكميات الرهيبه اللي تكفي المدينه اعتقد هيبقى فيها صعبه. فالواحد لازم يفكر في موضوع الميه ده بشكل جدي، ازاي نستفاد منه. والله انا عايز اقول حاجه يا عمر، احنا بنواجه مشكله كثيره في الثقافه العامه. يعني بعض الزملاء سالوك من شويه يمكن على موضوع ان احنا بنحاول نستخدم البيم وما بنلاقيش، بعدين نلاقي البلديه لا عايزه ملفات الكاد، نرجع نشتغل كاد. فده موضوع من مواضيع كتير، منها العماره الخضراء ومنها البيم ومنها كل ما هو جديد. لسه ثقافتنا او ثقافه مجتمعاتنا محتاجه شغل كتير قوي علشان الناس من نفسها تبقى بتتعامل على ان ده من الحاجات المينيمم ريكويرمنت للكواليتي اوف لايف. يعني اللي هي من يعني فات من زمان قوي الوقت ان احنا نبص للكلام ده على انه خيال علمي. لا يعني من ضمن الحاجات اللي الواحد بيفخر بيها مثلا ايام ما كنا شغالين على الليب، ان البنك اسمه ايه كريدت اجريكول تقريبا في مصر اخذ بلاتينيوم مليد. يعني معناه ان احنا عندنا القدره وعندنا الباور ان احنا نعمل الحاجه المظبوطه. يعني البلاتينيوم ليد هي اعلى شهاده في الليد، ده معناه ان
ان المبنى ده بيقدر يوفر من الطاقه واستهلاك الميه ويعمل ويست مانجمنت وانبعاثات الكربون بتاعته اقل ما يكون، اللهم صل على سيدنا محمد، وان البيئه الداخليه اللي الناس بتستخدم المكان ده فيها هي بيئه صحيه جدا. فده احنا عملناه في مصر. ناقصنا ايه طيب؟ مش ناقصنا حاجه، ناقصنا من ثقافه الناس عموما. ما بتكلمش على رجل الشارع، انا بتكلم على ثقافه المهندسين وثقافه اصحاب الشركات والملاك والبلديات والمحافظين والمسؤولين. لو كل الناس ديت بقت دايما بتبص لقدام وان احنا عندنا الامكانيات اللي تخلينا نتقدم ونتطور عن دول كتير تانية، هنقدر نعمل حاجات كتير. احنا مثلا في مجال العمارة الخضراء يعني اكاد اقول لك ان ناس كتير قوي سوقها واقف، وناس كتير قوي خدت اكريديتيشن وشهادات الهبل علشان هي مؤمنه بالموضوع ايمان شخصي، لكن لما يجي يشتغل في سوق العمل يعني كلما بيلاقي لنفسه مكان يعني. فربنا يا رب يقدرنا ونقدر يعني. انت عملت مبادره عظيمه جدا يا عمر واحييك عليها. كلنا دلوقتي تحت مظلتها بيم ارابيا، يعني دي مثال جيد وممتاز. لو كلنا اشتغلنا بنفس الفكر ان احنا لما نؤمن بمبدا ونشتغل عليه وندعو الناس ليه، هنقدر نغير ثقافات ناس كتير جدا. يعني انا بتهيألي انت ما شاء الله عليك بالخطوه دي نشرت ثقافه البيم ما بين اجيال او على الاقل جيل كبير من المهندسين والطلبه في العشر سنين اللي فاتوا. ربنا يوفقك يا رب ويقدرنا ان احنا نشتغل بنفس المجهود اللي انت اشتغلت فيه. الله يكرمك استاذنا، حضرتك قدوتنا وانت اللي حضرتك بادئ الحاجات بتاعت الترجمه والتعريف والحاجات دي. الله ربنا يبارك لك يا رب. يعني انا باشمهندس ياسر وباشمهندس عمر برضو ناوي باذن الله يعني هنعمل برضو محاضره كده على قدنا في اللي هو كونستراكشن ميثودولوجي في الترنشلس تكنولوجي في مجال المايكرو تانل ومجال الروت تانل. وباذن الله ربنا يوفقنا برضو نقدر ايه نعرف الناس ازاي الانفاق دي بتتنفذ. دي حاجه تانية بتاعه الشدات المنزلقه، شده منزلقه اللي بتتنفذ بيها المنارات والمداخل العاليه والبايلوم بتاعه الكيبل ستيت بريدج. برضو هنتكلم على ازاي بعمل عمود ارتفاعه 100 متر او مئذنه ارتفاعها 100 متر بالشدات المنزلقه. ممكن نعرف برضو الناس اللي طريقه التنفيذ ديت اللي هي الحديثه، لان في تطوير. انا كنت عاوز اعمل مداخله معاك يا باشمهندس عمر في ان الهندسه ما فيهاش تطوير، لا، في اساليب التنفيذ الحديثه ده متطوره دايما، يعني دايما بيظهر مكان جديد ومعدات جديده بتسهل قوي التنفيذ على المهندس اليومين دول. تمام. احنا نسعد بالمحاضره دي يا دكتور، وان شاء الله في انتظارها ان شاء الله على الجروب برضو ده. ان شاء الله الاسبوع ده باذن الله نحاول نخليها في اقرب وقت يا دكتور. بحاول اجهزها دلوقتي والله صدق ان شاء الله، لان انا برضو ما عنديش يعني برضو التكنولوجيا اهو في استخدام الزوم ميتنج دوت، فهجيب حد من الشباب برضو كده ايه يوجهنا ازاي نحط الباور بوينت عليه يعني زي ما حضرتك عملت. تمام، انا تحت امرك، لو في اي حاجه تحت امرك نبدا نشوفها ان شاء الله مع بعض باذن الله. ماشي اتكلم معاك على الخاص بقى. هو كان ماشي تحت امرك. هو في حد بس بعت سؤال بيقول صاحب المشروع هل بالامكان انه يراقب المشروع وهو جالس في مكتبه؟ كان في مشروع كنت شغال فيه كان شرط في العاده كده ان المالك في اي لحظه في اي وقت يقدر يدخل ويشوف المشروع، ده كان شرط في العقد يعني، كان في العاده كده ان المالك يقدر في اي لحظه. فاحنا استخدمنا موقع اسمه بيم تراك، هو في كذا موقع بيخليني اشير حاجه اونلاين والناس كلها تشوفها زي بيم تراك وزي زي بيلدر وزي بيم 360، والميزه ان هو خفيف ومش محتاج شرح، يعني هو الراجل بس بيبدا يشوف المتصفح ويقدر يدخل ويقدر يشوف كل حاجه، يعني مجرد ان هو كانه لعبه كده بيمسك الموديل يلف بيه. اكتر رائع ده، الله يكرمك استاذ. طيب في اي حاجه اسئله او اي حاجه؟ الله يكرمك استاذ. سيبك بقى، احنا خدنا من وقتك كتير. لا تحت امرك استاذ، الله يكرمك استاذ. انا بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس عمر والله على
بجد يعني انا شاكر لحضرتك جدا، وان شاء الله تكون يعني نعمل الفتره الجايه تبقى يعني سلسله ان شاء الله عن محاضرات عن البيم باستفاضه اكبر. وجزاهم الله خير، انا نافع بك ان شاء الله، نافع بك يا رب ان شاء الله. شكرا لحضرتك، جزاك الله خير، جميع حسناتك يا رب. الله يخليك، الله يخليك، جزاك الله خير. تفضل يا فندم، في حفظ الله. الله يسلمك، السلام عليكم. حاضر.